السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم راح نأخذ التجربة الثانية ضمن مختبر ميكانيك التربة السويل ميكانيك. تجربتنا لهذا اليوم راح نتناول بها إيجاد الوزن النوعي للتربل سوليد specific gravity of soil solid. ماذا نعني بالسويل أو specific gravity للتربة؟ إحنا مثل ما تناولنا بمادة ميكانيك التربة النظري أخذنا العلاقات الوزنية والحجمية للتربة الweight volume relationship of soil. أخذنا أحد أنواع العلاقات هو الوزن النوعي. الوزن النوعي يقصد به بصورة عامة هاي تعريف عام يفيدك يعني ضمن الـ يعني كباكجراوند أو مراجعة أو ريفيو عن الموضوع، هو unit weight أو density of soil solid على اليونت ويت او الدنسيتي الماء للماء. ويقصد بالماء هنا الماء اللي احنا نسميه دري ايرد ووتر او نسميه ديستلت ووتر، يعني اما الماء المقطر او الماء المنزوع منه الهواء. تمام، هاي جدا مهم ننتبه لها الخطوة. الوزن النوعي يعتبر موضوع جدا مهم، احد العلاقات الحجمية والوزنية الخاصة للتربة، يفيدنا معرفة درجة التشبع الخاصة بالتربة، راح يكون عندنا فد كريتيريا يضيء بيها، يفيدنا بمواضيع متقدمة اللي هي ضمن الكونسوليديشن الانضمام والكومباكشن اللي هو عملية رص التربة. هسه ان شاء الله اليوم راح ناخذ بهاي الموضوع هو ايجاد الوزن النوعي. فهذا تعريفه بصورة عامة. والوزن هنا يقصد احنا مثل ما نعرف اليونت ويت يعني القامة او الرو اللي هي الدنسيتي يعني الرو او على اليونت ويت القامة للماء او الدنسيتي للماء، يعني كل الخيارين يعني تمام. هسه اذا شو يساوي لنا وزن الصلب على في صلب حجم الصلب في رو ووتر. تمام عيني. هسه نجي لهذه العلاقة بهذا المقدار. الوزن الصلب هو الماس اوف سويل صلد سويل، والفي اس هو الحجم الصلب والدنسيتي اوف ووتر. ان جنرال هاي ايجاد الوزن النوعي نستخدمه لكل انواع الترب، لا ننتبه على هذا الموضوع. يقول سبيسيفيك ديسكريبت هاز بين ابليكابل، يمكن تطبيقه على الترب المضغوطه كومبوز او المتكونه اوف بارتيكل من حبيبات سمولر ذان 4.75 ملم بالنسبه للتحليل المنخلي، يعني منخل رقم 4 ضمن التصنيف الامريكي اليو اس سيف اناليسيس انسايز. يعني شنو معناها؟ يعني التراب العابره من منخل رقم 4.75 يعني بالنسبه للدياميتر مالته، يعني منخل رقم 4 يعني يشمل التراب الساند السولت الكلي، يعني على الحصى، لان اللي يبقى على هذا المنخل ان شاء الله من راح ناخذ موضوع التحليل المنخلي السيف اناليسيس، اللي يبقى على هذا المنخل يصنف كجرافل حصى، وحسب اكو حصى ناعم حصى خشن، المهم كله جرافل. احنا شنو نريد؟ العابر من هذا المنخل نجري له هذا النوع من الفحص اللي هو فحص الوزن النوعي. هذا التيبل ناطك اياه هو مجرد معلومات عامه، يعني ما تحتاجه بالتجربه، مجرد ده يقول لك جنرال رينج يعني الامتدادات العامه او الحدود العامه للوزن النوعي لمختلف انواع التراب. احنا قلنا من يشمل عدا الحصى اللي هو الساند يتراوح بهذا المقدار، والسلط الغرين والكلي اند سلط كلي السلط كلي والاورجانيك سويل. سو احنا حتى نجري هذا النوع من التجارب، هذه المعلومات العامه طبعا حتى انت القيمه اللي تطلع لك المفروض ضمن هذا الرينج. المعدات حتى نجري هذا النوع من التجربه نحتاج عده معدات. الاول نمبر 1 الفوليومتريك فلاكس 500 مل، يعني قياء دورق حجمي او احنا نسميه دورق قياس حجمه 500 مل. تمام عيني. مقسم يكون من الداخل بتقسيمات يعني خارجيه عليه تمثل لنا حجم الماء او حجم السائل اللي نضع به بهذه التقسيمات، يصل الى 500 مل العفو. ثرموميتر يعني يقصد بمقياس درجة حرارة، يعني الثرموميتر مقسم إلى 0.5 سيليزي ديفجن مالته، ميزان حساس بالانس سنستيف يصل حساسيته إلى 0.01 غرام الموجود بالمختبر، ديستليتد ووتر الماء المقطر أو نستخدم ماء منزوع من الهواء، والفد احنا نسميها مغرفة مغرفة بنزين اللي هي بنزين بيرنر understand والحامل اللي خاص بها، evaporating dish أو أوعية تبخير، والملعقة احنا نسميها
ملعقة سطحية سبلتا بلاستيك بوتل، هاي زجاجة ضغط بلاستيكية نستخدم. إذا استخدمنا مي عادي نستخدم هاي، إذا استخدمنا مي عادي نستخدم هاي حتى نضمن خروج كل فقاعات الهواء من يعني داخل العينة قبل ما نجرى عليها الفحوصات. بعدين دراينج أوفن أو الفرن تجفيف تمام عيني بهذا المقدار. هذه الصورة ممكن ما ترفق لي هاي الصورة أنت بالتقرير، ترفق لي الصور الفعلية الموجودة بالمختبر تليفونك وتصور كل المعدات وترفقهن ضمن الأجهزة والأدوات المستخدمة أو المعدات الإكوبمنت. تمام، نجي على البروسيجر. حتى نجري عملية أو تجربة الفحص النوعي نحتاج عدة ستيبس أو خطوات. نمبر 1 كلين the volumetric flux well and dry it، يعني شنو معناها؟ نظف القارورة بشكل جيد و جففها حتى احنا نريدها تكون نظيفة وجافة تماما من الماء. ثانيا clarify full the flux with de-aired distillated water، مع الهواء مع امليها بالماء المنزوع منه الهواء او الماء المقطر يصل الى شنو؟ الى 500 مول ماركت. تمام، هاي ثانيا. ثالثا ناخذ الوزن، وزن شنو؟ وزن الدورق واللي ملئناه بالماء الى يا حجم الى 500 مول. نسجل اول وزن اللي وش نسميه W1. خلصت الخطوه الاولى. بعدين ناخذ وزن من الثرمومتر اذا كان متوفر عندك داخل المختبر، تاخذ درجه حراره الماء الموجود داخل الدورق في تلك اللحظه اثناء اجراء التجربه. طيب ليش؟ لانه احنا نحتاج هذه الامور بما انه نستخدم بالدنسيتي والرول الووتر ونعرف ان الفيسكوستي ما تتاثر بدرجات الحراره، فاذا كان عندك محرار سجل درجه الحراره في ذلك الوقت عند اجراء التجربه. خطوة رقم 5 وهي هاي أهم خطوة، بوت أبروكسيميتلي، تأخذ عينة من التربة، تصل يعني تأخذ وعاء، هذا الوعاء تخليه داخل على الميزان الحساس، بعد ذلك الصفرة يكون وزن الوعاء ما يدخل، يعني يريد وزن الوعاء يصفر، يعني تضع الوعاء داخل على الميزان الحساس، بعدين تنطي للميزان صفر وتاخذ عينة من التربة. العينة من التربة بمن انه من وعاء اكبر موجودة عندك، عينة من التربة مجففة بالهواء مو بالفرن، يعني موجودة بالهواء مجففة موجودة عندك، تاخذها وانت تضعها داخل الوعاء اللي خليناه على الميزان باستخدام الملعقة إلى أن تصل يقرأ لك الميزان 100 غرام. بس انتبه، كون قراءة الميزان اللي يقرأ لك ياها 100 غرام فقط وزن التربة مو وزن التربة زائد الوعاء. طيب شلون نتخلص من وزن الوعاء؟ نخلي الوزن أن الوعاء نخليه بالبداية على الميزان وننطي تصفير للميزان بحيث يقرأ وزن الوعاء صفر، بعد ذلك باستخدام الملعقة نضيف كمية التربة إلى أن نوصل تقريبا إلى 100 غرام. هاي خلصنا من هاي الخطوة. نقطة رقم 6 خيارية، مو للكل تجرى. إذا التربة اللي أنت أخذتها اللي مجففة بالهواء الاعتيادية كانت طينية، طينية يعني تراب احنا نسميها تراب متماسكة كوهيزف، يعني متكتلة، هاي التراب المتكتلة شو تسوي لها بعد ما حددت 100 غرام؟ تاخذها تخليها بوعاء أكبر وتخلي عليها كمية مي، الكمية الماء اللي تخليها عليها يعني انت مثل ما نقول يعني ميكس بالنسبه لك، بالانس بالنسبه الى نظرك، تضعها عليها بحيث انه تجرى عمليه خلط لهاي عينه التربه بحيث تكون عجينه ناعمه جدا، تتركها نصف ساعه حتى انه نضمن كل حبيبات التربه ذابت وراح عنها التماسك. لكن اذا تربتك اللي انت مستخدمها هي تربه حبيبيه، يعني ترب رمليه او ترب غرينيه، فما اتوقع تكون متماسكه، فما تحتاج هذه الخطوه. اذا خطوه رقم 6 نحتاجها اذا كانت الترب طينيه متماسكه، عينه التربه اللي وزنتها اللي كان ميزانها او مقدارها 100 غرام اذوبها بعد ما حددت يعني وزنها على الميزان، اخذها واذوبها بكميه من الماء، كميه من الماء لا على التعيين، الى ان نحصل على عجينه متماسكه ناعمه نتركها نصف ساعه حتى نضمن انه هذه العجينه اصبحت ذائبه بالكامل وغير متماسكه ومتكتله مع بعضها البعض. تمام عيني. ننتقل للخطوه 7. خطوه 7 إذا أنت تربتك رملية ما تحتاج خطوة 6، فتنتقل من خطوة 5 إلى خطوة 7 مباشرة. لكن إذا تربتك طينية متكتلة أو متماسكة تحتاج تسوي خطوة رقم 6، يلا تنتقل إلى خطوة رقم 7. خطوة رقم 7 راح نحول التربة إذا حبيبية يعني مباشرة ناخذها من الميزان ونخليها داخل الدورق.
مباشرة من الميزان ونخليها وين؟ داخل الدورة. لكن إذا كانت متكتلة أو متماسكة، لا شو تسوي لها؟ نجري عليها، نروح بعد ما نذوبها بالماء ونتركها نصف ساعة، نروح أيضا نديرها بالكامل داخل الدورة. تمام عيني؟ هاي ضرورة ننتبه لها. بعد ذلك بعد ما ضفناها داخل الدورة نضيف لها الماء. Transfer the soil أو الباس سويل اللي هي التراب الحبي المتماسكة أو التراب الحبيبية للفوليومتريك فلاكس. نقطة رقم 8 نضيف distillated water، يعني وكأنه إحنا راح نستخدم دورق ثاني، يعني غير الدورق الأول. الدورق الأول اللي وضعنا به الماء وخذنا وزنه، هسه نضع دورق ثاني جديد. هذا شو نخلي به؟ نخلي عينة التربة. عينة التربة نخليها بنوعين، إذا كانت حبيبية فمباشرة بعد الميزان ناخذها ونخليها بالدورق الجديد. إذا لا مو حبيبية نحتاج نذوبها بكمية من الماء، نذوبها بكمية من الماء بعد ذلك نسوي لها ترانسفير، ننقلها إلى داخل الدورق. بعدين ناخذ الدورق الأول اللي حددنا بكمية الماء 500 مل، شو نسوي له؟ Add distillated water، نضيف الماء المقطر أو الماء المنزوع من الهواء to the volumetric flux إلى الدورق اللي يحتوي على التربة. تمام؟ وإحنا ساعدنا دورقين، دورق أول بماء حددناه بالبداية وأخذنا وزنه سميناه W1. بعدين الدورق هذا شنو أخذنا؟ حددنا الماء هسه إحنا. بعدين أخذنا الدورق وضعنا به التراب، راح نضيف عليها الماء اللي حددناه بخطوة رقم 2 و3. ضفنا الماء إليه. بعد ما ضفنا الماء مطينا عدة خطوات صراحة. خطوة رقم 9 هي إنه أني اللي تضمن خطوتين أي وبي، انه انا شلون اتخلص من فقاعات الهواء او اتخلص من الهواء الموجود. يحتاج الى مقلب ميكانيكي وغيرها هاي الامور، او تسخين انه العينه بعد ما تمزجها بالماء تضعها على مثل ما نقول احنا مصدر حراري الى ان تنتظر الفقاعات تخرج بالكامل وبعد ذلك تبرد النموذج. يعني خطوه تحتاج شويه عمل اذا كان متوفر عندك مصدر حراري بالمختبر. لكن اذا ما متوفر مصدر حراري بالمختبر تستخدم اي نسميها ملعقة كبيرة أو طويلة توصل إلى كل الدورق، ويتم خلط أو المزيج بشكل متكامل ومستمر إلى أن نضمن مرحلة خرجت كل الفقاعات من داخل النموذج. النموذج يعني الميكس اللي هو عبارة عن تربة زائد ماء الياما اللي 500 مل اللي حضرناه بالخطوات الأولى. بعد ما ضمننا تقريبا خرجت كل الفقاعات تقدر تاخذ وزن او درجه حراره الخليط بعد هذه اللحظه اذا كان عندك متوفر ثرموميتر، واذا ما متوفر فتاخذ درجه حراره الغرفه. بعد ذلك تضع يعني اخذت الوعاء وهاي نروح نسجل وزن. الوزن هذا شو نسميه؟ نسميه W2 نترماين ذا كومباوند ماس، الكتلة الكلية. اللي تشمل الكتلة الكلية؟ تشمل لي وزن الدورق زائد وزن عينة التربة اللي اضفتها زائد وزن حجم الماء 500 مل ككل، ياخذ له وزن كل نسميه W2. بعدين هاي عينة W2 بالخطوة اللي بعدها pour the soil and water into the evaporation dish، ناخذ وعاء تجفيف ندير به العينة اللي حسبناها بنقطة رقم 12 وندخلها داخل الفرن او الاوفن، نتركها للتجفيف مدة 24 ساعة. بعد ذلك راح ناخذ وزنها الجديد اللي هو بعد التبخير نسميه احنا الوزن الصلب، راح تبقى لنا فقط الحبيبات الصلبة، وبالتالي راح نحسب الوزن النوعي. الوزن النوعي يساوي للماس اوف سويل WS على الماس اوف ايكوال يعني الماس اوف ووتر. الماس اوف سويل طلعناه بالخطوة الأخيرة رقم 16، والماس اوف ووتر اللي هو الوزن الاول أول شيء زائد الوزن الصلب ناقص الوزن الثاني. تمام عيني؟ وجدنا الوزن الووتر بهذه الخطوة. هنا هاي معلومات عامة عن الاير تيمبرتشر، ايش قد تصل درجة الحرارة وايش قد قيمته، احنا نسميه الدنسيتي اوف ووتر كقيمته هنا. سو هاي يعني معلومات عامة، ايش قد يصل المقدار الووتر اللي احنا نسميه نسبة فقاعات الهواء. إذا درجة الحرارة هل قد تقدر فقاعات الهواء كنسبة مهوية هل قد من هذا، وش قد معامل التصحيح، وش قد الصحيح
يعني إذا ما عندك حتى مثلا أنت ما عندك المقلب الميكانيكي اللي تجري وعملية خلط يعني رج جيد بحيث ضمنت أنت كل فقاعات الهواء خرجت، فأكو عدة معاملات تصحيح. يعني إذا درجة الحرارة بذلك اليوم بالمختبر 16 إيش قد تأخذ معامل تصحيح لفقاعات الهواء 1 فولت كذا كذا 17 23 إلى حد 30 درجة مئوية، وين استخدم هذا معامل التصحيح؟ هنا معامل التصحيح تاخذ من هذا الجدول يساوي لنا الرو اوف ووتر عند 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 يعني تلك درجة الحرارة على الرو اوف ووتر على درجة حرارة 20 درجة سيليزية، تمام عيني؟ اللي انت راح تجدها. فبالتالي احنا شلون طيب نجدها عند ذلك اليوم بالضبط؟ انا مثلا اعرفها عند ال 20 اللي هي قد عند ال 20 مسجلة الرو ووتر حسب 1 اذا بالكيلوغرام و1000 اذا بالغرام، فهذا الالف اضربه في معامل التصحيح هنا يطلع لي الرو اوف ووتر اللي عنده درجه الحراره في ذلك اليوم اللي قسنا به احنا مقدار درجه اللي قسنا به احنا مقدار قيمه احنا نسميه التنسيب الحراري او مقدار كثافه الماء عند تلك درجه الحراره الموجوده في المختبر. سو بعد هذه الخطوه نقدر احنا نسوي مباشره التيبل او الجدول اللي احنا نسميه الداتا شيت. احنا ما نحتاج نقسم 3 جروبات، احنا كنا كل قاعه تقسم الى جروبين اي و بي، فتحتاج انت ضمن الداتا شيت مالتك والجروب مالتك راح تجري التجربه بس تيست نمبر 1 ما تحتاج 2 و3، تمام عيني؟ الفوليومتر كفلاكس يقصد به رقم الدورق، اذا الدورق يعني مرقم داخل المختبر فتاخذ الرقم مالته 6 7 3، تمام عيني؟ حتى احنا نقول ما انه يصير ميكس وخلط بينه مع الجروب الثاني حتى كل من الى الدورق الخاص به. بعدين ناخذ الوزن الاول، الوزن الاول اللي شش من اللي وزن الدورق زائد كميه الماء اللي وضعتها اللي قد مقدار كميه الماء 500 مل، فنسجل الدبليو 1 بالغرام. بعدين نسجل الدبليو 2 اللي هو شنو هو؟ هو وزن الدورق زائد وزن التربه زائد وزن الماء اللي 500 مل، نسجل دبليو 2. بعدين بعد ما ناخذ هاي المقدار ككل، هذا المقدار اللي هو سويل زائد الووتر الماء المقطر، ونخلي بفرن تجفيف ونجففه، وبعدين نطلع وزن الصلب بعد التجفيف نجد وزن المجفف. بعد ذلك الماس اوف ايكوال فوليوم راح نجد الوزن الووتر بهذه الخطوات من ذن الحسابات، ونجد قيمه السبيسيفيك جرافيتي. اتمنى محاضره هذا اليوم ان شاء الله تكون واضحه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار قدروا تراسلونا على القناه، ان شاء الله نلتقي.